غاليين ما ني غاليه ياسر. حتى واحد حتى انا نفادلك بيه مانيش نفادلك، انا نحكي برسمي اني انا نحب علوش نطح بيه انا في الحومه. شنو نهزك يا علوش؟ تصور انت يقول لك مليون و700 مليون و800، واحد يبيع يعمل ياخذ قرض من الاخر. وينهم علاش قيس سعيد وينهم موجودين بالله؟ خلينا نشوفوهم. ما هو على اساس قالوا مشينا اي وقت يجي مالا علاش قيس سعيد نجي ونشريه. خاطر كسبت في الورديه ب 21 دينار الكيلو الحاج. ان شاء الله ربي سهل وكها هو. باش تشري توا ولا باش تستنى نهار؟ لا مش توا، لا لا انا نعمل في دوره توا بولدي باش يشوف بركه العلالش يتفرج هكا هو. بزلت مانيش باش نشري ياسر غاليه. فما حتى المليون ونص مليون ليه برجع قداش عاملين الميزانيه اللي عليه؟ ياسر غاليه هكا ياسر غالي. اي انتم قداش عاملين الميزانيه اللي على الوجه؟ مليون. باش نصور معاه وماشي مانيش حد شيء. زوالي نجم يعيط ليا ما نجمش. زوالي ما نجمش. كيفاش بابا؟ باش نصوروا معاه ماشينك اهو. باش تشري؟ لا باش تشري باش تشري 13% ب 14%. باش تشريوا؟ صوروا معاه هاني ماشي نشري قصد ربي نروحك عليه. وين؟ فما فلوس فماش فلوس؟ اش تاخذوا معاه اليومي؟ علوش تاع 700 عملنا ولا سنة مليون ونص دوبل. عندي بتبيعة اش باش نقول لهم؟ هو مش على الصغيرات، باش ناخذ على الصغيرات انا؟ هو ضحيه ما نقدرش عليه، مش لازم. مش للصغار باش ناخذه، كان باش ناخذه للصغار هذاك انا باش ناخذ ضحيه باش نضحي. ما في حاليش في الضحي مش لازم. باش ناخذ لهم الحم طرف الحم وتصبح على خير. كو. ولا هاني نسوي شو صار معانا ونروح. نبعب عليهم في العيد. كي؟ كو. نشري لهم الحم ونبعب عليهم. بعبية تو نبعب عليهم انا. مليون و700 ومليون و800 علوش الزوال من مش يعيط. ايه ما يعيطش يمشي 70% 70% سنه ما يعيط حتى واحد في تونس على السوام هذه ما يعيط حتى واحد. انت فلاح ولا جاي تشري؟ لا انا شري. انت شري شنو رايك في السوام؟ السوام غاليه برشا. مازلت ما شريتش؟ مازلت ما شريتش. باش تشري ولا ايه؟ على السوام هذه ما نجمش نشري، ما نكذبش عليك. نخدم معاهم اليوم مرام ومعرس وعندي زوج صغيرات. على الاسوام هذه ما نجمش نشريه. لا غير باش نعم. هاك تسمي في الاسوام هاك تخزي معناها علوش علوش قد هاك يقول لك 800 900 ما في حد شيء. الزوالي سنا ما يعيدش وكا. لا غير. تتوقع الاسوام باش تطيح ولا لا؟ صعيب ياسر ما نتصورش. ما نتصورش كان الاسوام مش تطيح. ابدا. قشاره هم مغلين السوم بالطبع. ما شكون حسبي يغلي حتى مول المول هو اللي يغلي السوم واحد. هنا ناس غني وحده بالاسواق جي علوش على علوش معناه ما يعملش مليون وما يوصلوش. يقول لك مليون و400 مني ماشي عايد بلا زوالي مني ماشي عايد به. ما ينجمش عايد زوال نجمي انت زوالي معناه مش يجي ياخذ علوش مليون و400 مني مش يلمهم هو مليون و400. عندي شهرين نخدم كيدا ما لميتوش مليون ولا لا لميتو مليون والله. هاي انا يعني نجو نتفرجوا هكا نشوفوا بعينينا ونمشوا نروحوا على رواح. غالية. جاي تشري في علوش العيد؟ ان شاء الله ان شاء الله كان كثير. شنو رايك في الاسوي؟ غالية غالية. زوالي نجم يعيد؟ ما ينجمش ما ينجمش. قداش عاملة ميزانية العلوش؟ ظن مليون و300 مليون و200. لا لا ما فماش ما فماش. اغلى من مليون و400 العلوش الباهي مليون و400 مليون و500 هم قالوا نساعدوا نحن نساعد باش يطيح 300 كاملين في العلوش مستحيل مستحيل باش يطيح 50 دينار حكايه فير. لا لا يشري علوش مليون و400 باش يكمل الشهر ما ينجمش ياخذ شويه لحم وكها ما يقدرش ما يغسرش روح. يس يس وني وصل بنايتي هذا وي ما عادش العباد باش تقدر ما تكذبش عليك. العباد ديما تقول ما نقدرش من بعد تش مليون ونص وما وزوز ملايين بنايتي مش 600 انا ترى وريهولي 600
فيها جوايد ب 600 وب 700 وب 800 هم يحبوا على بيه يبيع بمليون بيه ما ثماش بمليون مليون ونص هذا عمره في العام ونص هو يعلم كيما عاملين لك السنين موتي حد فلاحين زادنا ربي عطينا المطر كنا نخدم الشعير ب 52 عطينا ربي المطر وعطينا الخيرات وسنين غلاء اكثر واكثر وعليه نعم بصراحه مشط على الاخر مشط لا 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 هو المتوسط ما ينجمش مش ما كيمش كذب عليك اللي عنده يحب يشري مش جوال ها واحد ما كثرش من 700 ما كذبش عليه كثرش من 700 دولة جاي ب 4000 مش مسعرتهم 21 دينار الكيلو باش تمشي تشوف الرحبه نتاع يمكن على الغلا هذا تولي الناس تمشي لهم شبكت هذا بجاي ربي عملوه ب 700 شريني هكا كيما هذا وسني قالك مليون ونص بنيتي ما عادش ما عادش بيه نمشي نشري زوز كيلو لحم يا زي البرك ها اي نعرف وضحية ما هي مش واجبة على الاخر ما ياسر 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 والله عملوه كيما هذا كيما اكثر اكبر حتى من هذا ب 700 شريني علاه سنة بزز ملين ومليون و700 كي بعد كي تذبح تلقاش فيه 10 كيلو لحم غالي عاد وشفت السنين مش كيما عملناه كيما سنين ومش كيما عملناه كيما سنين ياسر فرق سنة راه ب 16% ب 17% بينما عملناه على الاقل مرفق شوي عنده 700 كيما قال لك ماهوش تاع عايله مليون زاد مش تاع عايله بينما اللي عنده أربعة صغار في الدار معهم أمهم وهو ما يساعدش شريت أنت ولا مازلت؟ لا وإن شاء الله نخلته عملوا بروجرام ولا لا؟ إيه لابد لازم نعملوا له بروجرام خاطر ضحى هذايا قداش عندك تحضر له والله تنجم تقول من رمضان أما السنة ما حضرتش أنا السنة ما حضرتش أنا علاه باش نكذب حضرت أمي السنة تضربت أنا ما خلطتش هكا لا باش نعيط باش ننزل موسى عايش لا والله عندي خالي ناخو من واسويم خالك كيفاش كيما الرحبة ولا قال لا هو ماهوش قشار يربي على فم يبيع في كعبتين وكعب نجم هنا كيما يقولوا ب 14 ب 16 نخدموا الغادي ب 11 بمليون شيء كبير شيء مهول لكن شهرية كما يقولون نحن نتاع مواطن تونسي فهمت لها تروح بين 700 وبين 600 ألف وبين العلوش فهمت لها قل العلوش تسمع كان المليون فما فرق كبير ياسر فهمتني وإلا انتريتي إنسان انتريتي فهمت لها تلقاه في ال 400 ولا في ال 500 شو شيء كبير شيء مهول